اللي عارفين تانيين حاجه اسمها بليدنج اوبستراكشنز وحاجه اسمها بروسنج اوبستراكشنز. هنبدا الاول بروسنج اوبستراكشنز. قال لك ايه هي بروسنج اوبستراكشنز؟ قال لك دي المنشآت تستخدم عند تقاطع طريق مع مجرى مائي او مجرى مائي مع مجرى مائي اخر. تقريبا انت سمعت الكلام ده قبل كده. ايه هو تقاطع طريق مع مجرى مائي؟ يعني زي ايه؟ قال لك زي كوبري نودريت او زي الكمبر زي السايفون زي الاكرو وبرضه معانا تلسكيب. طب ايه التعريف ده؟ تيجي مقارنه كده يقول لك قارن بين بروسنج وليدنج اب او عرض ده وعرض ده. هتقول له ده مشاهد في السابق عن تقاطع طريق مع مجرى مائي او مجرى مائي مع مجرى مائي الاخر. زي ايه؟ زي منشآت من الاخر منشآت بتاع الثالثه مدى. طب الليدنج اب ستراكشرز دي؟ قال لك دي منشآت بتستخدم في حال وجود فرق مناسيب بين الاب ستريم والداون ستريم مناسيب الميه. ما بنتكلمش على مناسيب القاع. طب ايه فرق مناسيب الميه الاب ستريم والداون ستريم او بتستخدم لعمل فرق مناسيب بين الاب ستريم والداون ستريم؟ طب ايه ممكن اعمل فرق مناسيب بين الاب ستريم والداون ستريم؟ ممكن عشان عايز اخزن ميه عندي زي القناطر او زي السدود. مثلا عايز اعمل ترعه فرعيه فاحط هضار في مدخل القناه الرئيسيه مثلا هترفع لي رسوم الميه في القناه فالميه تخش في الترعه الفرعيه اللي عندي. زي ايه منشات ليدنج اب ستراكشرز دول؟ اربع منشات. اول حاجه الهضارات، ثاني حاجه القناطر، ثالث حاجه الاهوزه، رابع حاجه السدود. لو تفتكروا في البروزنج ستراكشر خدتوا بس منشا واحد اللي هو الكوبري قبل موضوع الاونلاين وقبل الكورونا. فلو تفتكروا كنت بعمل حاجه اسمها تشيك على الليدنج اب. يعني انا في منشات البروزنج دي ما كانش مسموح اصلا ليا بفرق مقاسين بين الاب ستريم والداون ستريم. كنت نعمل بيقول لك ان الليدنج اب ده ما يزيدش عن 10 سم وفي الكلر مثلا ما كانش يزيد عن 20 سم. يبقى اقصى حاجه عندي اصلا هنا ان فرق مقاسين الميه بين الاب ستريم والداون ستريم كان كام؟ 20 سم. انما دي مصممه اصلا ان هي تعمل لي فرق مقاسين بين الاب ستريم والداون ستريم. 2 متر 3 متر زي ما تقول. اول منشا علينا اللي هو الهضاب. الهضاب ده في سؤال نظري مهم قوي في الهضارات، ايه هي وظائف الهضارات؟ دي حوالي 8 او 9 وظائف انا منزلها لكم قبل كده. اهم حاجه في وظائف الهضارات ان هو بيستخدم لقياس الاتصال. بس الثمان او 9 وظائف دول تقريبا لا يخلو امتحان منهم. يا اما يقول سكتش 8 وظائف الهضارات. معنى كلمه سكتش دي في اي سؤال يعني هترسم وتقول كلام عن الشرح بتاعك. مثلا تستخدم لقياس الاتصال ورسم هضار كانت معدل الهضاب. بس ما بتشرحش كتير في سكتش. طب اهم حاجه عند الرسمه تقول كلام بس كلام مختصر عن الحاجه اللي هتتكلم عنها. في حاجه ثانيه ممكن يجي يقول لي ستيت او اكسبلين. ستيت او اكسبلين دي معناها اشرح بالصباح، تقول كل حاجه موجوده عندك في السؤال اللي هو طالبه منك، زائد برضه الرسم. الرسم عليه حوالي نص الدرجه. يعني ممكن تلاقي النظر سؤال نظر عليه درجتين، تلاقي الرسم الدرجه والكلام النظر الدرجه، الناس ما تنساش الرسم، اهم حاجه في المنشات ان هي اصلا الرسم بيوضح اكتر من الكلام. في سؤال ثاني ممكن يجي يقول لي نيم. نيم معناها اصفر، يعني كلام نظر بس، باختصار كده. هتلاقي بس على النيم دي على درجه ولا حاجه درجتها قليله. ليه؟ عشان هي بس عايز منك ترص لي الوظائف او السؤال الثاني اللي هو جاي عليك، يبقى الفرق بين الحاجات دي. السؤال بتاع الامتحان بتاعي. اي سؤال اصلا؟ السنه اللي فاتت لحد السنه اللي فاتت الامتحان كان في ريتم عادي. فاحنا بنتكلم لحد دلوقتي ان هو ريتم زي السنه اللي فاتت، مفيش جديد يعني. طب ام سي كيو بقى خلاص. سؤال الوظائف ده يا اما بيجي كامل كده يقول لي اشرح وظائف الهضارات او نقول مكتبه وظائف الهضارات او في شويه تعريفات صغيره كده جوه الوظائف دي زي حاجه كده اسمها ايه هي الساند سكرين. في حاجه ثانيه اسمها الجلاسيك وير او ممكن ليها تعريف تاني اسمه الكلام وير.
في حاجة هنا يقول لي قارن بين الترانزيشن والووتر فول والوير. دي أسئلة إما دي تعريفات صغيرة وأنت بتقرا وزارة الحضارات تركز في المسميات دي. ممكن يجي يقول لك عرف السادس فين، عرف الجلاس كوير أو الجلاس سوير أو الجراند وير، عرف الترانزيشن والووتر فول والوير، قارن ما بين التلاتة دول يعني. يا إما يجي يقول لي إيه وظائف الحضارات مباشرة أنت تبص الكلام كله. ده في سؤال تاني نظري اللي هي تصنيف الحضارات بتاعتك. مش بذات الأهمية زي السؤال بتاع الوظيفة. نخش بقى عندنا الهضارات، عندي ثلاث أنواع من الهضارات. أول هضار هو الهضار الفيروز. ثاني نوع من الهضارات عندنا الستاندينج ويف ويف. ثالث نوع عندنا اللي هو الستيب ويف. هنتكلم كده النهارده في مصر. أول نوع عندنا اللي هو الهضار الفيروز. في الغالب لو في ميد ترم تاخد ثلاث أنواع من الهضارات دول قبل الميد ترم. بعد كده الأناطر ودي طويلة شويتين ثلاثة كده. بعد كده الهوزع، بعد كده السدود في الغالب هيبقى نظري بس. السنة اللي فاتت الأناطر كانت ب 30 درجة والسدود كانت ب 15 درجة نظري بس. والمحضرات والهوسة كل سؤال تقريبا عليه حوالي ده 20 وده 25 درجة. المحضرات في جزء كبير منها نظر حوالي تلت السؤال اللي بيجي عليها بتبقى نظر عليها جزء كبير نظر وعليها في الشرح برضه اسئله كتير نظر. الاناظر بيبقى عليها سؤال ولا سؤالين نظر بس والمهم قوي فيها مساله، المساله بتاعتها طويله قوي ممكن تاخدها ساعه في المحل لوحدها او اكتر لانها طويله واجزاء مختلفه عن بعضها في التصميم. الاهوزه برضو عليها كام سؤال نظري كده فيها اثباتين ولا اثبات زائد المساله. السدود في الغالب بياخدوها جزء نظري بس. الناس بتبدا في الامتحان في الفاينل ايه؟ هنتكلم بس نزله شويه. نبدا في السدود تبقى حوالي 15 درجه او ممكن تبقى 20 درجه في الغالب مضمونين او مضمون منهم 16 17 درجه اسئله نظر محفوظه. ما فيهاش شغل كتير يعني. بعد كده في الغالب السنه اللي فاتت الناس كلها بدات الاناظر لان الاناظر شويه ما فيهاش لعب بتبقى سيستماتيك ورا بعضها. اللي بيبقى في شويه الهضارات والاوسط. فالهضار بتاعنا اول هضار عندنا هضار فيوم. قبل ما ابدا الهضارات بتاعتي لازم اقول ايه الهضارات لما انا احط هضار او منشا من الجواب ستراكشرز عندي بيعمل ايه في الاب ستريم بتاعه بيعمل ايه في الداون ستريم بتاعه. لو منظور ميه عندي كان ماشي كده قبل ما احط الهضار بعد ما حطيت الهضار الاقي منظور الميه بتاعي في الاب ستريم عالي عن منظور الميه الطبيعي. يبقى الهضار بيأثر ازاي عندي في الاب ستريم؟ بيعلي منسوب الميه في الاب ستريم. على طول منسوب ميه عالي يبقى عمق الميه زاد يبقى السرعه بتاعتي قلت. في حاجة كمان، أنت حاطط لي حاجة جنس في قلب الدرع وفي الطمي بيمشي في القاع بتاعي، فأنا هعمل إيه؟ هيحجز لي هنا الترسيبات هنا عندي قبل الهضار. يبقى ده تأثير الهضار على الداون ستريم. طب تأثير الهضار على الداون ستريم، المية هنا عالت عن المنسوب الطبيعي بتاعي فمثلا الارتفاع ده من هنا لهنا ممكن يكون حوالي 6 7 متر. يعني تخيل انت بتنزل ميه على ارتفاع دورين او ثلاث ادوار بسرعه كبيره على الدرع، بوجه الميه بسرعه كبيره على ارتفاع ثلاث ادوار على الدرع، تعمل لي ايه؟ هتيجي هتبقى بتاكل في القاع بتاع الدرع بتاعتي دي مكونه عندي حفره كده. الحفره دي اسمها سكار. سكار ده اللي هو النحت. طب انا عشان اختلاف النهر اللي هيحصل عندي ده ايه؟ بعد ايه؟ بيحصل في الدرع. تخيل كده عندك مثلا ده عمود وانت عمال تحفر جنبه من جنبه من جنبه من جنبه، فالعمود ده هيحصل له ايه؟ هينهار، يقعد يحصل شروخ شروخ لحد ما ينهار، فانا عايز الهضاب بتاعي ده ما يحصلوش انهيار، فاروح استخدم قاعده خرسانيه تحت
بعد جسم الهضاب. طب الطول بتاع حفرة الناحية ده هنسميه ان اس لو ان اس هو. يبقى انا لازم الطول الاعلى بعد جسم الهضاب يكون اكبر من او يساوي على الاقل طول حفرة الناحية. الله يعينك. حاول تنط فوق خط الحركة بسرعة عالية تعمل لي نحر يعني. هيحصل هنا هيقول الجمب والمية ترجع تعلى تاني. هتيجي عندك هنا هتلاقي في مسائل بتديني منسوبين للمية في الأب ستريم ومنسوبين للمية في الدبل ستريم. قال لي يعني إيه هي منسوب المنسوبين دول؟ قال لي المنسوب العالي بتلاقي الدرعة زي الأيام دي كده بتلاقي الدرعة مليانة. فقال لك طالما الدرع مليانه يبقى ده اقصى تصرف بيمر عندي في المجرى المائي بتاعي ده. فاقصى تصرف ده بنسميه هاي ووتر ليفل، اعلى منسوب للترع. بعض الاوقات الثانيه بتلاقي الترع بتاعتي فاضيه، مش فاضيه قصدي منسوب المايه بتاعها واطي. فالمنسوب الواطي او اقل التصرف بيمشي في الترع بنسميه لو ووتر ليفل. فلو المايه ماشيه هنا هاي ووتر ليفل في الاب ستريم يبقى هنا هاي ووتر ليفل في الداون ستريم، هنا لو ووتر ليفل في الاب ستريم يبقى لو ووتر ليفل عندي في الداون ستريم. انت دلوقتي عايز تعمل منشا زي الهضاب ده او اي منشا عايز اعمل برج. فوانت بتيجي تصمم قبل ما تصمم كده بتشوف ايه هي المشاكل اللي ممكن تقابلني وانا بصمم عشان اتلافيها اثناء التصميم. زي ايه مثلا؟ انا عايز اصمم بشوف التربه بتاعتي دي بين الجواسي بتاعتي كام؟ هتحمل الاحمال اللي جايه نتيجه المبنى ده ولا لا؟ فبناء عليه بروح جاي لاي مكتب بتاع جي 300 ولا حاجه بتاع صويا اقول له عايز اعمل جسات هنا في التربه دي عشان اشوف البيرنج بس بتاعتي كام، وبناء عليه استخدم نوع الاساسات المناسب عندي. تاني حاجه في عندي لو انت عامل برج هيبقى مبنى على من 8 ادوار يبقى داخل معايا احمال رياح وزلازل، يبقى ابدا استخدم شيل وول وابدا اصمم بناء عليه بحيث ان المنشا بتاعي يكون سيف التربه ما تنهارش وما ينهارش لو في زلازل ولا حاجه. يبقى ده بعض المشاكل اللي بتقابلني وانا بعمل برج. طب الهضاب ده منشا برضه عايز اعمله واكيد في مشاكل بتقابلها. فنتيجه ان الميه في الاب ستريم اعلى من الميه في الداون ستريم ده هيسبب لي ضغط على الهضاب، فرق ضغط. وهذا الضغط ده بيعمل ايه عندي؟ فعلا عرفنا خلاص ان احنا هنستخدم اعلى خرسانيه. الضغط ده بيعمل ايه؟ بيخلي الميه تتسرب من تحت جسم الهضاب من الاب ستريم الى الداون ستريم. التسرب ده اسمه ايه؟ قال لك ليه مسميين، دي حاجه اسمها بيركوليشن او سيج اللي انت خدته قبل كده في السويد. لما يجي يقول لي عرف السيبج او البركوليشن يبقى هي التسرب عباره عن ظاهره تسرب وزيادات الميه خلال قويبات التربه اسفل المنشا. اما نيجي ان الميه بتاعتي دي بتتسرب من تحت المنشا، في ميه معديه من تحت المنشا ده بيأثر على المنشا ليه؟ قال لك ان الميه دي في ميه تحت المنشا بتسبب لي قوه دفع من اسفل الى اعلى هتأثر لي على قاعدة المنشأ بتاعي. قوة الدفع دي اسمها الابليفت فورس. طب في مشكلة عندي يا جماعة، المية بعد ما بتطلع من بعد القاعدة الخرسانية لو طالعة بسرعة لو خدت ضغط كبير بتطلع بسرعة عالية. فأنت تخيل طالع مية بسرعة عالية هنا ده كده القاع بتاعي بتاع الدرع هتعمل لي ايه؟ هتلاقي ان الميه عامله مسارات كده او عامله انابيب، فوران، في فوران بيحصل بعد القعده بتاعت الهضاب. الظاهره بتاعت الفوران دي ان الميه واخده حوالين تربه وعامله انابيب كده اسمها ايه؟ الظاهره اسمها البايبنج او الاندر مايبنج. ده برضه تعريف ممكن يجي، ده تعريف ممكن يجي، ده تعريف ممكن يجي. فانا عندي المشكلة اثنين ثلاثة لازم وانا بصمم اخد
بال المشاكل دي واتلفها. التسجيل بتاعي يكون سيف ضد الظواهر دي. هنا الصوره اللي بيحصل بتاع خلف جسم الرضاعه استخدم طول اعلى واطول من طول الحفره اللي ممكن تحصل لها. طب الابليفت ده لازم يبقى التخانات بتاعتي بتاعت القعده مسيفه ضد الابليفت ده، يعني هتكون تقيله بحيث ان الابليفت لما يجي عاوز يشيل القعده بتاعتي من تحت، لا الوزن بتاعي بتاع القعده يبقى تقيل، فيعني الابليفت ده ما يأثرش معايا. طب البايبنج او الاندر مايننج ده يبقى انا لازم ازود مسار الميه تحت القعده بحيث ان السرعه الميه لما تيجي تطلع عندي هنا السرعه بتاعتي تكون اقل، ما يحصلش الظاهره بتاعت البايبنج او الاندر مايننج. في حاجه ثانيه، لو ده برضه طلع بسرعه عاليه هنا ايه اللي ممكن يحصل؟ قال لك هيحصل هنا الميه طالعه بسرعه عاليه على ترعة تراب، يعني هيعمل لي برضه سكار خلف الهضاب خلف القعده. يبقى انا عندي فيه اثنين سكار، هيبقى كمان فيه ثلاثه سكار، في سكار بعد جسم الهضاب بعد الفرش، كمان في سكار على الفرشه. وممكن يحصل هنا ان الميه وهي نازله بسرعه عاليه هتقعد تعمل لي نحت في جسم الهضاب نفسه. في سؤال مهم قوي بس لسه انت ما خدتوش المحاضره يبقى نركز فيه وانا ان شاء الله هنزله لكم، بيقول ايه هي الاحتياطات ضد ظاهره، بيقول لي البايبنج والسكار والابلف بتعمل احتياطاتك ايه؟ شبه الاستهداف معناها تيجي مثلا تقول لك ايه هي البريكوشنز. السؤال ده انا بصور لكم لسه ما خدتوش المحاضره بس السؤال ده مهم قوي. قول لي ايه الاحتياطات ضد الفايبنج ضد الاسكار ضد الابلف؟ اتوقع مكتوب عليك. نيجي عندي كده يبقى لو شايف دي انا لازم اخد بالي منها وانا بصمم الهضاب بتاعي. فبنيجي عندنا لما عايزين نصمم الهضاب قال لك ادوات تصميم اي هضاب عندنا ثلاث خطوات. اول حاجه هيدروليك كالكوليشن، تاني حاجة structural design، ثالث حاجة الرسم. طب كل واحدة من دول أنا بجيب فيها إيه؟ يعني إيه لما يقول لي في المسألة حد الهيدروليك كالكوليشن؟ قال لك لما أقول لك في المسألة حد الهيدروليك كالكوليشن يبقى أنت مطلوب منك ثلاث حاجات. أول كلمة هيدروليك كالكوليشن مطلوبة منك، قال لك أول حاجة تجيب التصرف بتاع المجهول، شوف تصرفه جيفن ولا ان جيفن، شوف المناسيب المجهوله فين وتجيبها زائد عرض الهضاب لو مجهول. تالت حاجه بتعمل حاجه اسمها تشيك اوف سبمرجنس ريشيو، بتعمل تشيك على حاجه اسمها نسبه الغمض. طب الاستراكشر ديزاين بعمل ايه؟ بقيت عايز اصمم اي حاجه اي منشا عندي بتعمل ايه؟ بتفرض ابعاد للمنشا بس ابعاد بناء على معادلات تبقى ابعاد تقريبيه، وبعد كده بتشيك على الابعاد دي. يبقى اول حاجه في الاستراكشر ديزاين بتفرض انت بتجيب الميريكال دايمنشن بتاعتك، وبعد كده بتعمل تشيك على الدايمنشن دي، شوفها سيف ولا ان سيف. بعد ما صممت وطلعت الطباعات بتاعتك سيف وكل حاجه بتبدا ترسم التفاصيل اللي عندك دي في الوقت. نيجي اول خطوه عندنا اللي هي الهيدروليك كالكوليشن. في عندي مثال مديني هنا تقسيم كده مقصودها 28 هاي ضربين في الاوف 90 ولو ضربين في الاوف 27 25 اديني هضار وقول لي صمم هضار مناسب، قال ليش مثلا هو هضار، اديني منسوب ميه في الارض السنين اثنين منسوبين هاي وضر ليفل 28 ولو وضر ليفل 27 ومنسوبين في الدوري السنين هاي 25 ولو 24
في منسوب البيت في الاب ستريم ب 22 ومنسوب البيت في الداون ستريم ب 21. تقول لي صمم هضار مناسب. احنا قلنا عندنا ثلاث انواع من الهضارات: هضار فيوم، هضار ستاندنج، هضار ستيفن. طب اعرف ازاي انا بستخدم انهي نوع من الهضارات دول؟ قال لك الهضار الفيوم بيستخدم غالبا لما يكون عندي فرق مناسيب من 1 ل 3 متر. فرق مناسيب ايه؟ ميه ولا فرق مناسيب ايه؟ قال لك لا، فرق مناسيب قاع. يعني القاع في الاب ستريم ناقص القاع في الداون ستريم، فرق المنسوبين دول لو من 1 ل 3 متر على طول وانت مغمض صدم هضار فيوم. طب لو الاب ستريم زي الداون ستريم تستخدم ايه؟ قال لك يفضل تستخدم الستاندنج. بس برضه لو مفيش فرق مناسيب بين الاب ستريم والداون ستريم ممكن استخدم فيوم. بس الانسب عندي ايه؟ استخدم ستاندنج. طب لو فرق ربع متر او نص متر برضه الانسب ان انا استخدم ستاندنج، وممكن برضه استخدم فيوم. زي امتحان السنه اللي فاتت ميد ترم مش فاكر تقريبا كان فرق ربع متر او الاثنين زي بعض، وقال صمم الهضار المناسب. الناس اللي عملتها ستاندنج خدت درجه صح، واللي عملها فيوم برضه خد درجه صح. بس الافضل ليك الدكتور في الاول كان عايز صح على الستاندنج بس هو اللي صح، واللي عمل فيوم اللي ينزل منه درجه الهيدروليك كالكوليشن كامله. فانا الانسب ليا لو مفيش فرق مناسيب بين الاب ستريم والداون ستريم، او لو فرق ربع متر او نص متر، استخدم هضار ستاندنج. فرق من 1 ل 3 متر استخدم فيوم. طب الفرق اكتر من 3 متر استخدم هضار ستيب. هضار ستيب عباره عن هضار ورا يعتبر كذا هضار ورا بعض، هضارات على التوالي كده. هتعرف ازاي بعد كده يعني. كده خلاص انا عرفت الفرق بتاعي 1 متر، وما انا عرفت اول حاجه احدد نوع المساله هضار فيوم، ابدا اخش فين الحاله بتاعتي. فقلنا اول حاجه في الحل عندي بعمل ايه؟ بجيبل هيدروليك كالكوليشنز الحسابات بتاعتي. فقلنا اول خطوه في الهيدروليك كالكوليشن انا بدور على ايه؟ بدور على التصرف اشوفه عندي ولا لا. فباجي هنا في المعطيات ما عنديش تصرف كده. طب معادله التصرف في الهضار الفيومي ايه؟ قال لك معادله التصرف في الهضار الفيومي ان الكيو بتساوي ثلثين السي دي في البي في جذر 2 جي في الاتش اس 1 ونص. اتش ايه؟ معلش سميها لي اتش او اس تي عشان هيبقى في اتشات كتير دلوقتي، في اتش او اس 3 وفي اتش دبليو اس 3 فالناس ما تقولش سميها اتش او اس 3 عشان ما تقولش اصلا. انا عندي معادلتين لقياس التصرف على الهضار. عندي طب بختار انا معادله هضار اليوم يعني. قال لك لو الهضار بتاع حاله الصريان عندي دريم يوم يعني صريان قار، بستخدم اللي هي معادله انا بتاعها هي يعني. يعني ايه صريان قار؟ يعني الميه هنا في الداون ستريم اقل من منسوب الكريست. ده اسمه في الحاله دي اسمه دريم فلو. وبستخدم المعادله دي. طب لو الميه عندي اعلى من منسوب الكريست في معادله ثانيه هتلاقيها موجوده عندك كنت كاتبها لك. طب انا هنا اصلا منسوب الكريست انا ما اعرفوش، استخدم دي ولا المعادله بتاعت سبمرجن؟ قال لك طالما منسوب الكريست ما تعرفوش يعني ما اعرفش حاله فري ولا سبمرجن، فانت رايح تماما تشتغل على الفري. انا حسب الشغل بتاعك. انا هنا منسوب عندي كريست ما اعرفش يعني ما اعرفش الصريان عندي فري ولا سبمرجن، فاشتغل على الفري. طب الكيو ده اللي هو التصرف، السي دي ده معامل تصرف. كله 6 من 10 كله بوينت 6 5 اللي انت عايزه هتاخد مثلا بوينت 6 5. البي ده عرض الهضار. الجي عجله الجاذبيه. طب الاتش ار اس 3 قال لك هي الفرق ما بين منسوب الكريست ومنسوب الميه في الاب اس 3. مش انا بحسب التصرف ده، انا حاطط من احدى وسائل المقدرات قلت عشان استخدمه كريست تصرف. طب اقيس التصرف منين؟ من الميه اللي هتعدي فوق الهضار. يبقى الاتش ار ستريم ده عباره عن ارتفاع الميه اللي هتعدي فوق الهضار. طب انا عندي هشتغل على المنسوب الكبير ولا هشتغل على المنسوب الصغير؟ قال لك لو بتيجي منسوبين يبقى هتشتغل على الاثنين. يبقى مره على المنسوب الكبير يبقى الكيو بتاعت المنسوب الكبير اسمها كيو ماكسيمم. اقصى تصرف او ممكن تتسمى بالهالي جيرم في المساله يقول الكيو بلاد. هي برضه هي الكيو ماكس بتساوي
ثلثين سي دي في الجي في الجهاز 2 جي في الاتش اب ستريم سمها لي ماكسيموم اس 1.5. طب لو انا هشتغل على اللوتر ليفل يبقى الكيو بتاعتي تسمها ايه؟ كيو من بتساوي ثلثين سي دي في الجي في الجهاز 2 جي في الاتش اب ستريم برضه بس في الحاله دي من اس 1.5. طب المعادلة دي عشان اجيبها تصرف لازم عرض الهضار يكون جيبل معايا ولازم الـ H أو الستريم ماكسيموم يكون عندي، وهنا برضه عشان اجيب الـ Q مينيموم لازم عرض الهضار يكون معايا ولازم الـ H أو الستريم مينيموم يكون معايا. طب انا ما اعرفش الـ H أو الستريم ماكسيموم ولا اعرف الـ H أو الستريم مينيموم، احنا قلنا الـ H أو الستريم ماكسيموم ارتفاع الميه فوق الهضار. والمسافة بين الهاي ووتر ليفل لحد منسوب الكريست دي اسمها الـ H أب ستريم ماكسيموم. طب المسافة بين منسوب الكريست لمنسوب اللو ووتر ليفل دي اسمها H أب ستريم بس منه. طب في حاجة عندي أنا ناقصة على الأقل أجيب حاجة منهم، فقلنا أول حاجة بتدور على التصرف. طب في موضوعات تانية عندي في المسألة ممكن أجيب منها تصرف؟ كان مديني ان العرض الجوع بتاع المضرب المائي 25 متر، ومديني الاس سايد سلوب بتاع الزرع الميت بتاع الجوع يعني قصدي البيت سلوب 12 سم لكل كيلو، ومديني الميول بتاع جوانب الدرع من 1 الى 1. وبعدين نيجي نستخدم الداتا ايه؟ لو انت تفتكروا الاس والزد والعرض بتاع الجوع اللي كنت بستخدمه معدل الفن معدل من بتساوي واحد على الام في الاريا
ماكسيموم 5 على 3 على الدي ماكس اس تركي الاس ماكسيموم اس نص بس الاس حاله الماكسيموم او المينيموم الميل اللي هو بتاع السرعه بتاع السنه الواحد على ان الدرع دايما مربوط كام؟ مربوط 40 ده مش بالدور الاريا ماكسيموم بتساوي تفتكر سبب واي بس ماكسيموم في البي كانر زائد الزد في الواي ماكسيموم الواي ماكسيموم عندي ايه؟ قال لك الواي ماكسيموم عباره عن الهاي ووتر ليفل ناقص البيت اللي هي الواي ماكسيموم عندي هنا ب 25 ناقص 21 ب 4 متر طب لو انا عندي الواي مينيموم هتبقى اللو ووتر ليفل ناقص البيت يبقى الواي مينيموم عندي ب 3 متر اعوض هنا ان الواي ماكسيموم عندي ب 4 عرض القاعدة بقى القدرة بقى عندي كان من دهولي ب 25 الزد بواحد حتى لو مش مديها لي تفرضها الواي ماكسيموم ب 4 هطلع عندي الاريا ماكسيموم بتاعتي في الغالب هتطلع عندي 116 متر مربع طب البي ماكسيموم المحيط المختل بس الماكسيموم هتساوي ايه؟ هتساوي بي بتاع الكنب زائد 2 الواي ماكسيموم بجزء 1 زائد الزد ده بي اعوض عن البي 25 الواي ماكسيموم ب 4 الزد 1 اطلع البي ماكسيموم بتاعتي 36 و 3 من 10 اعوض على الاريا ماكس والبي ماكس من هنا ومعايا واحده ان ب 40 ومعايا الاس ب 12 اضربها ب 10 وتساوي ب 5 هطلع من عندي هنا البي ماكس هتساوي 110 6 من 10 متر مكعب على السنه. شوف ازاي القوانين كلها؟ طبعا. المفروض ده اصلا لاني كده ده وضع قبل كده. يبقى ده بس جديد عندي. هو الدكتور يقول لك ده ده وضع قبل كده. زي ما عملت في كيو ماكسيموم ارجع اعمل واجيب كيو هنا. برضه بتساوي 1 على ان في الاريا مينيموم بس 5 على 3 على البي مينيموم اس ثلثين في الاس اس ونص. الواحد على ان معايا والاس معايا اجيب الاي مينيموم بتساوي واي مينيموم في البي زائد الزد في الواي مينيموم والواي مينيموم عندي ثلاثة والبي ب 25 والزد بواحد والواي بثلاثة واطلع من عندي هي الاي مينيموم اجيب برضه في حته مختلف في حالة الاي مينيموم عبارة عن عرض الترع زائد 2 الواي مينيموم بجذب واحد زائد الزد في التربيع واطلع من عندي هي الاي مينيموم ارجع اعوض في القانون بتاعي اجيب الفيو مينيموم عندي هيطلع 67 9 من 10 متر مكعب على الثانيه. وانا كده جبت اول حاجه هو طالبها مني في الهيدروليك كالكوليشن اللي هي ايه؟ التصرفات لو كانت مجهوله. طب تاني حاجه كنت قايل لك تجيب ايه؟ في الهيدروليك كالكوليشن قلت لك حاجه المناسيب المجهولة عندك، شوف المناسيب المجهولة فين وهكذا. وهات لي عدد الأرقام عندك. طب فين المناسيب المجهولة؟ عندي هاي ووتر ليفل، لو ووتر ليفل، في الأمر السليم معلومين خلاص. عندي الكريست مجهول يبقى أنا عايز أجيب ده. الهاي ووتر ليفل واللو ووتر ليفل في الداون ستريم معلومين يبقى خلاص. فأنا عايز أجيب منسوب الكريست وعرض الهضاب بتاعي في المرة اللي فاتت. هو العرض الهضاب بتاعي. حاجة أنا أعملها دلوقتي دي بستخدمها 60 أو 70% من المسائل اللي بتيجي عندي عشان أجيب منها منسوب الكريست. طالما معايا تصرفين بستخدم الحركة. قال لك بتعمل إيه؟ قال لك معادلة واحد اثنين كنت جايبهم دول بتقسم هم على بعض. بقسم معادلة واحد على معادلة اثنين. طب لما أقسمهم على بعض ثلثين بجمع ثلثين. سي دي بجمع سي دي. عرض الهضام بجمع عرض الهضام. جاز 2 جي بتساوي مع جاز 2 جي. فاضل عندي ايه؟
فيو ماكسيموم على فيو مينيموم بتساوي اتش او ستريم ماكسيموم على اتش او ستريم مينيموم الكل كام؟ واحد ونص. طب الفيو ماكسيموم معايا الكلام ده بتساوي كام؟ الفيو ماكسيموم هي 110 و6 من 10 على الفيو مينيموم اللي هي 67 و9 من 10. يبقى من هنا مش هقدر اجيب علاقه بين الاتش اب ستريم ماكسيموم والاتش اب ستريم مينيموم. يبقى انا اجيب الاتش اب ستريم ماكسيموم بتساوي هيتحقق عندي ان الهضار يكون مقبول. يبقى السيجما هنا
هنسميها سيجما ماكسيمم. ليه؟ لان الهاي ووتر ليفل هنا هي اللي اعلى من منسوب الكريستال. طب لو كانت الهاي ووتر ليفل واللو ووتر ليفل اعلى من منسوب الكريستال، مش هجيب سيجما ماكسيمم وسيجما مين؟ اشتغل على الاثنين. طب هنا اشتغل على الماكسيمم بس. ايه هو اتش داون ستريم؟ يبقى هنا لو هو شغال في الماكسيمم يبقى الاتش داون ستريم ماكسيمم على اتش ار ستريم ماكسيمم. طب الاتش ار ستريم ماكسيمم معايا لسه جاب 3.6. ايه هي الاتش داون ستريم ماكسيمم؟ طبعا الاتش داون ستريم ماكسيمم المسافه من الكريست لحد منسوب الهاي ووتر ليفل في الداون ستريم هي الاتش داون ستريم ماكسيمم. يبقى هنا من الرسمه كده الاتش داون ستريم ماكسيمم عندي كام؟ 25 اللي هو منسوب الهاي ووتر ليفل في الداون ستريم ناقص منسوب الكريست اللي هو 24.3 على الاتش اب ستريم ماكسيمم ده انا لسه جايبه اللي هو 3.63. هيطلع من عندي هنا السيجما بتاعتي كام؟ هتطلع 0.184. الكلام ده اصغر من 85% ولا اكبر؟ لا اصغر، يبقى اصغر من 0.85 يبقى كله اوكي. الفرق ده تمام معايا. طب ايه اللي ممكن يحصل لو السيجما بتاعتي طلعت اكبر من 85%؟ في الحاله دي هتعمل ايه؟ هتقلل عرض الهضاب بتاعي عشان المناسيب بتاعتي عشان الاتش او ستريم ماكسيمم تزيد فالنسبه دي تقل. يبقى لو قابلتني في المساله هتقول له قلل عرض الهضاب، بس مش هتقعد تقلل بقى وتعمل شيكات تاني، هتقول له قلل عرض الهضاب وخلاص وتكمل المساله على كده. طب في فكره كده هنا قبل كده يعني ايه؟ بيجي يقول لي في المساله سيجما مثلا ماكسيمم بتساوي زيرو، ده معناه ايه؟ معناها ان منسوب الميه الهاي ووتر ماكسيمم يبقى منسوب الميه الهاي ووتر ليفل في الداون ستريم هو هو منسوب الكريستال. طب في الحاله دي لو مديني واحد فيهم يبقى الثاني انا عارفه. طب في سؤال الناس كانت تساله في الشفوي ايام كنت بنخش شفوي وكده ونقول لهم يعني ايه السيجما بتاعتي بواحد او 100%؟ يعني ده مش معنى كده ان منسوب الميه الهاي ووتر ليفل في الداون ستريم هو هو منسوب الميه في الداون ستريم. يعني معنى كده الهضاب ما بيأديش الوظيفه بتاعته. انا قلت وظيفته انه يعمل لي ايه؟ هيعلي لي المايه في الداون ستريم عن الداون ستريم. فكده الهضاب عاوز اطلبه. انا بطلبه في المايه في الترع هتعمل ايه؟ مش عامل حاجه. يبقى الحاله دي هتعلي الهضاب ده تكبر حجمه عشان يبقى يعمل لي فرق نسيج بين الداون ستريم وبين الداون ستريم. حد عنده سؤال حتى لو انت كده؟ خش بقى في البيت بقى. الادوات الكالكوليتر من الحسابات اللي بعملها قبل تصميم جسم الهضاب والقعده. قلنا تاني خطوه هي الاستراكشر ديزاين. الاستراكشر ديزاين دي مقسومه لخطوتين، اول خطوه بتعمل فيها امبيريكال ديفيشن دي الابعاد التقريبيه، وبعد كده بتعمل تشيك عليها. طب الابعاد التقريبيه دي ايه هي الابعاد اللي عندي اللي انا اجيبها اصلا؟ القعده تحت جسم الهضاب اسم لثلاث اجزاء. جزء قبل جسم الهضاب نفسه ودي من طولها ال1 وتخانتها تي1، وجزء تحت جسم الهضاب بقى ال2 وتخانته تي2، وجزء بعد جسم الهضاب بقى ال3 وبمشي شويه للمسافه دي التخانه تي2 وبعد كده بقى ال تي3 وهنعرف بعد كده المسافه دي كام. طيب انا عايز اجيب ال1 وال2 وال3 والتي1 والتي2 والتي3. أول حاجة عندي الخطوات دي سيستماتيك تعتبر شبه محفوظة. الهضاب الفيومي شبه الحالات اللي في الستاندنج بس مع زيادة أو تغيير في معادلة ولا في معادلتين، والستيب نفس الكلام. فافهمها هنا في أول هضاب هتريح معاك بعد كده في بقى الهضاب يبقى الموضوع أسهل. قال لك أول حاجة الـ L1. قال لك الـ L1 ده بيساوي من 1 ل 2 الـ H أو ستريم ماكسيمم، أو بناخده من 3 ل 5 متر. الاتش أو ستريم ماكسيمم أنا لسه جايبها بكام؟ 3.63. يبقى ال1 من 3.63
المضروبه في 2 تقريبا ل 7 26 بس الاجل واحد دي باخدها دايما من كام لكام من 3 ل 5 متر فانت في الغالب خد الاجل واحد بتاعتك بتساوي 4 متر وعلم على المواد الجديده هتحتاجها بعد كده طب التي واحد قال لك طالما الاجل بتاعك اجل واحد اكبر من الثلاثه واصغر منها يساوي الخمسه فدايما التي واحد بتساوي تي 2 على 2 ودي تاني حاجه تالت حاجه ال ال 2 هو طول القاعده تحت المنظار عرض المنظار من فوق عرض الكريس نسميه اسمه مقدار الفيوم دايما الميل بتاعه ده 1 2 يعني 1 اخفي الى 2 راس فانا عايز اجيب العرض ده اقسمه ل 2 اقسمه مستطيل ومثلث طب عرض المستطيل كام؟ بيس ونص قلنا الجزء المايل ده الميل بتاعه 1 اخفي الى 2 راس يبقى الاخفي بتاعي نص الراس فالراس بتاعي اللي هي مسافه من الكريست لحد مسؤول البيت انا اسميها مثلا الدي كام؟ يبقى المسافه الاخفيه دي كام؟ عباره عن الدي كام على الاثنين يبقى عايز تفهمها بالرسمه تفهمها عايز تحفظها حفظها يبقى ال ال 2 بتاعتي عباره عن عرض الكريست زائد الدي كام على الاثنين طب عرض الكريست لو مش مديهولي وتفرضه من نص الى 0.75 متر اي رقم ده طب البي كابتن دي انا البي كابتن عباره عن ايه؟ فرق هي المسافه من الكريست لحد منسوب البيت يبقى منسوب الكريست ناقص منسوب البيت منسوب الكريست بتاعي اللي هو كام؟ 24.37 ناقص البيت اللي هو 21 يبقى البيت بتاعك كام؟ 3.37 متر اعوض هنا اطلع عندي ال 2 هيطلع تقريبا 2.19 متر يبقى ده تالت حاجه رابع حاجه عندي التي 2 التي 2 بتاعتك قال لك بتساوي كي معامل اسمه كي في جهاز ال اتش ماكس ده قلنا لازم الاقدار بتاعي يكون سيف ضد الابليفت وضد البايبنج او الاندر مايننج ده فضد الابليفت يبقى لازم الخانه بتاعتي تكون تقدر تقاوم الضغط اللي جاي لها من تحت الابليفت من تحت طب الابليفت ده جاي نتيجه ايه؟ فرق الضغط على الهضار ما بين الاب ستريم والداون ستريم طب فرق الضغط على الهضار ده بيتشكل عندي في ايه؟ في حاجه اسمها الاتش ماكس فعشان كده كنت في معادله الهضار بقول لك سميها اتش اب ستريم ماكس لان في فرق بين الاتش في معادله الهضار معادله الجسم التصرف بتاعت الهضار والاتش ماكس ممكن طب الاول حاجه في ايه؟ قال لك الكي ده معامل من 8.10 الى 1.2 تاخد الكام لو مش مديهولي هاخد الكي بتاعي ده بواحد دايما لو مش مديهولي بس خد بالك ان ممكن الدكتور محمود يجي يروح مديك في راس المساله كده وانت طبعا ما بتقراش نص المساله يديك الكي بواحد وواحد او 1.2 هيجي هو في الحته دي بالذات هو عارف انتوا حافظين الجزئيه دي هيجي يبص على كده شوفوا ده واخده زي ما في راس المساله ولا واخده واحد لو واخده واحد هتبقى مقصر على طول بس تقرا المساله دقيقه او نص دقيقه بس وتطلع منها المعطيات مش مديهولي يا عم خده بواحد مديهولك خده زي ما مديهولي طب الاتش ماكسيموم دي اللي هي بتعبر عن فرق الضغط على الهضار قال لك ده ثلاث حاجات قال لك يا اما بتساوي هاي موتر ليفل في الاب ستريم ناقص هاي موتر ليفل في الداون ستريم يعني في حاله ان مسلوب الميه الكبير هو اللي ماشي او اعلى تصرف ماشي في الترعه يبقى فرق الضغط على الهضار بتساوي هاي ناقص هاي الاب ستريم ناقص الداون ستريم طب لو كانت الترعه دي اللي ماشي فيها المنسوب الواطي هو اقل تصرف ماشي في الحاله دي الاتش ماكسيموم بتاعتي عباره عن لو ووتر ليفل في الاب ستريم ناقص لو ووتر ليفل في الداون ستريم طب في حاله ثالثه عندي قال لك مش ممكن اصلا ان انا اقطع التصرف على الترعه دي طب الحاله دي المنسوب بتاعها هيقل هيقعد يتصرف من تحت لحد الميه هتكون محجوزه هنا حد منسوب الميه هيكون مساوي لمنسوب الكريست طب الميه في الداون ستريم انا مش هكون في الميه انا واقف اصلا تصرف حاله الجفاف عندي ف
فانا على طول فرق الضغط عباره عن ايه؟ فرق منسوبين الميه بين الاب ستريم والداون ستريم. طب منسوب الميه في الداون ستريم هيكون هو منسوب ايه؟ الكريست. يبقى هنا الحاله الثالثه منسوب الكريست. ناقص ايه؟ ناقص منسوب الميه في الداون ستريم. طب اصلا الداون ستريم ما فيهوش ميه. يبقى منسوب الميه هيكون هو نفسه منسوب القاعده. شوف منسوب القاعده. ارتفاع الميه صفر. فيبقى بتساوي الكريست ناقص البيت. اجي اشوف واختار اكبر ما هاي موتر ليفل ناقص هاي موتر ليفل. هنا ب 28 ناقص 25 ما لقيتش مكسب في الحاله الاولى ب 3 متر. طب لو ناقص لو 27 ناقص 24 برضه طالعه ب 3 متر. طب الكريست ناقص البنت. الكريست بتاعي اللي هو 24.37 ناقص البنت اللي هو 21 هيطلع ب 3 بوينت 3.7. انا بختار الاكبر ما بينهم. اكبر حاجه هو ايه؟ الرقم الثاني تحت ده الفاليديشن ماكسيموم عندي ب 3.7 3.7 متر. ارجع اعوض بيها هنا اطلع عندي دي 2 دي 2 هنا تطلع 1.815 متر. هتقربها لرقم اكبر من ده رقم صحيح. واحد ممكن ياخدها 1.85 صح؟ واحد هياخدها 1.9 صح؟ واحد هياخدها 2 متر صح؟ هنا في تركيبة صغيرة هنا لو المسألة دي هو ما كانش مديها لي مرسومة، مديها مسألة كلامية وأنا رسمتها. في مسائل بتيجي في الامتحان بتكون بتيجي مسألة مرسومة بالشكل ده كده. وهتعرف فايدتها ايه بعد كده في البريكوشن بتاعها. منسوب القاعده الخرسانيه ب 21 ومنسوب الترعه بتاعتي ب 21.5. لما اجي اعوض في الحاله الثالثه بتاعتي بتاعت الانش ماكسيموم بتساوي لو قلنا منسوب الكريست ناقص منسوب البيت. طب اخد انهي بيت هنا؟ اخد 21 ولا اخد 21.5؟ نقولنا ده فرق الضغط على المنظار كله. يبقى باخد ميه في الاول خالص خلاص ميه في الاخر خالص. هنا في حاله مفيش ميه ده باخد القاع فين؟ بعد المنظار مباشره اللي هو منسوب ترع. يبقى الاتش البيد ليفل اللي هنا في حاله الاتش ماكسيموم دي مقصود فيها منسوب في القاع للترع مش منسوب القاع للقاعده الخرسانيه. لان برضه دي لو جايه كده الدكتور هيروح يبص على الحته دي شوف واخد الخطوه دي واخد الواي بتاعت او البيت دي من هنا اهي. لو واخدها صح ماشي لو واخدها غلط هتبص على الحته دي صغيره بس تبص عليها وماشي لان بعدين انتوا دول تخشوا ترصوه خالص. جبنا التي 2 كنا قايلين من شويه ان التي 1 بتساوي نص التي 2 وبرضه التي 3 بتساوي نص التي 2. يبقى رقم 5 عندي التي 1 بتساوي التي 3 بتساوي التي 2 على 2 هيطلع تقريبا 0.95. ثالث حاجه اخر حاجه ناقصانا هي ايه؟ التي 3 ال 3 كنت قايل لك في اول السكشن ان انا حاطط اصلا قاعده خرسانيه بعد جسم الهضاره بطول اكبر من طول حفره النحت اللي هتكونها اللي هي ال اس. يبقى لازم ال 3 بتاعي اكبر من او يساوي ال اس. طب ال اس ده بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي 0.61 معامل اسمه سي بجذر ال اتش اس. ناخدها واحده واحده. ايه هو السي؟ قال لك السي ده معامل شبه الكي كده من 8 ل 12. لو مش مديهولي حط تحتها الخط، لو مش مديهولي خدها بكام؟ ب 10. يبقى ناقص عندي الاتش اس، الاتش اس دي لها قانون يا اما تحفظه يا اما تعرف تجيبها ازاي من المدرسه. ارتفاع الميه
قبل ما يحصل لها جوب جامب لو انتوا تفتكروا كان بيبقى اسمه روي جريزلي بتاع باي حاجه. طب المسافه من هنا من اول من قبل تدوس القفزه الى الهاي ووتر ليفل بتاعي هي دي الاتش اس. يبقى الاتش اس عباره عن هاي ووتر ليفل ناقص بيد ليفل ناقص واي جريزلي. هتحفظها كاملة تقريبا من الرسم. يبقى الاتش اس بتاعتي بتساوي هارد ووتر ليفل هاي ستريم ناقص جيد ليفل ناقص واي كريتيكال. وممكن تساوي الاتش اس لو ووتر ليفل هاي ستريم ناقص جيد ليفل ناقص واي كريتيكال على حسب انا شغال انا منسوب. طالما مديني المنسوبين اشتغل على عالي لو بيدير المنسوب المنخفض بس بقى اشتغل على النقطة اللي بس. بس هنا هو شغال على الاثنين المنسوبين فانا اشتغل على الهاي ووتر ليفل. طب هنا قال لي ميد ليفل برضه لو على نفس الرقم ده 21 ولا 21 ونص. انا قلت ان الرسم هنا ايه؟ مكان حدوث القفزه بالظبط. القفزه بتعمل بتحصل فين؟ فوق فرش بعد جسم الهضام مباشره. يبقى هنا لو الرسمه جايه بالشكل ده المساله يبقى البيت ليفل هنا هو منسوب القاعده الخرسانيه ما تنساش. يبقى البيت ليفل في القانون بتاع الاتش اس هو منسوب القاعده الخرسانيه اللي هو كام؟ 21. طبعا مسالتنا منسوب القاعده الخرسانيه فهي هي منسوب الترعه. طب الهاي ووتر ليفل معايا بكام؟ ب 28 يبقى ناقص معايا الواي كريتيكال. الواي كريتيكال كنا واخدينه في الهيدروليك قبل كده قال لك بتساوي الجهاز التجعيدي البيوس مول تربيع على الجي. ماكسيموم ولا مينيموم انا شغال هنا منسوب ايه؟ هاي ووتر ليفل يبقى بيوس مول ماكسيموم. طب الكيوس مول ماكسيموم بكام؟ قال لك بتساوي كيو كابيتال ماكسيموم برضه على البي دي لو انت فاكر ده عرض الهضام اللي انا كنت جايبه في الهيدروليك كالكوليشن كان طالع معايا 8 من 3 والكيو ماكسيم دي كانت معايا 110.6 من 10. اعوض هنا اطلع كيو سمول ماكسيموم ارجع اعوض بيها هنا اطلع واي كريتيكال اعوض هنا جيب الاتش اس بتاعي اعوض في الاتش اس هنا جيب ال 3 تقريبا هيطلع ال 3 ب 12.77 متر. فانت هتقول له تاخد ال 3 رقم اكبر من ده لان رقم الفرع ده هو ال ال اس. فاحنا قلنا قبل كده ان ال 3 اكبر من او يساوي ال ال اس فانت خد الرقم صحيح. هاخد مثلا انا ال 3 هنا بيساوي 13 متر. واحد ثاني ياخد 14 واحد ثاني ياخد 15 زي ما هو عايز. ماشي يا باشمهندسين؟ ان شاء الله السكشن اللي جاي هنعمل بقى ناخد شيك على الدايمنشن بتاعتنا دي وهنرسم حاجه اسمها الاوبتيك دايجرام ونحسب السيفج تحت القاعده بتاعتك. ماشي؟ هنقص الصف